اليوم غزة تتعرض ل يعني هجمات وحشية، الهدف من عندها هو التطهير العرقي للفلسطينيين والشعب الفلسطيني وإجلائهم وإخراجهم من غزة والضفة الغربية. اليوم الإحصائيات خطيرة، لحد الآن 65,000 طن من المتفجرات ألقيت على غزة، وهذا رقم خطير جدا. يعني إذا تقسمها على عدد السكان الموجودين ف28 كيلوغرام لكل إنسان في غزة من المتفجرات. فإحصائيات اليوم بحدود 100,000 فلسطيني بين شهيد وجريح. نفس الوقت اليوم البنى التحتية بنسبة 70% مدمرة. فكل هذا تتعرض له غزة، ولاقى هذا الموضوع تعاطف إنساني في مختلف أنحاء العالم. اليوم يقولون إسرائيل تحتل غزة وغزة احتلت العالم. فعلا اليوم البارحة ألمنا مشهد مواطن أمريكي طيار في القوة الجوية الأمريكية أحرق نفسه تضامنا مع القضية الفلسطينية ومع جريمة الإبادة الجماعية للأطفال وبشكل عام والشيوخ والمواطنين الفلسطينيين. نعم. لذلك اليوم العراقيين والعرب متضامنين في دعم هذه القضية، المنظمات الدولية تدعم بشكل كبير، لكن إدخال المواد هو الصعب. اليوم إسرائيل تنتهج جرائم وتقوم بجرائم إبادة جماعية، بنفس الوقت تمنع دخول الإغاثة ومواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية. فهنا المشكلة اليوم متكدسة المساعدات في مصر في منفذ العريش. زين، الجانب المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الإنسانية في الأمم المتحدة التابعة للأمم المتحدة، موقفها من هذا الشيء شنو؟ خاصة وهي تنادي بالإنسانية والإنسانية. والله لاحظت يعني عند التصريحات لغوتيريش ومسؤولين مهمين في منظمة يو ان، منظمة الأمم المتحدة، يعني تدعو إلى التهدئة، تدعو إلى إيقاف العنف، تدعو إلى حل تسوية وهدنة مشتركة بين الطرفين المتنازعين. لذلك لكن نلاحظها دائما، والمسؤولين الفلسطينيين المتقدمين في ومتابعين القضية الفلسطينية أيضا يلاحظون أكو خيانة للقضية الفلسطينية من قبل الدول والقوى العالمية. اليوم القضية الفلسطينية في ال 48 وفي ال 67 يعني صارت اتفاقات على حلول سلمية وعلى هدن، لكن إسرائيل هي من لا تلتزم وتخرق القانون. الصهاينة يقومون بجرائم للتطهير العرقي للفلسطينيين عن أراضيهم. فهي هاي المشكلة. اليوم الأمم المتحدة بيانات خجولة دبلوماسية وتدعو للتهدئة بشكل مستمر، لكن لا تلزم الطرف الصهيوني بإيقاف العنف وإيقاف القصف وجرائم الإبادة الجماعية. طيب، يعني أفهم من كلامك أن الأمم المتحدة أيضا موقفها متفرج من ذلك؟ موقفها متفرج وخجول، وقراراتها دائما غير قابلة للتنفيذ من قبل الجانب الصهيوني. العرب مواقفهم بالعادة في اجتماعات جامعة الدول العربية بياناتهم رنانة، لكن على أرض الواقع لا نجد نتائج. لذلك نحن اليوم داعمين للمقاومة، داعمين للجهود الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة وتتمتع بسيادة كاملة. طيب دكتور، اليوم شنو تحتاج المرحلة القادمة لغزة تحديدا وللقضية الإسلامية، القضية العربية، القضية الفلسطينية كعموم القضية، لكن نبدأها بالقضية الخاصة الغزاوية، القضية الغزة. شنو اللي يحتاج المواقف القادمة، المواقف الحقيقية وليس التصريحات؟ يعني البعض يطالب ما فوق التصريح. طبعا اليوم الوضع في فلسطين ووضع غزة يعني قبل 7 أكتوبر مختلف تماما عن ما بعد 7 أكتوبر. اليوم إعادة إحياء القضية من جديد في العالم. طيب، ما حدث في 7 أكتوبر. لذلك نحن اليوم نطمح ونسعى إلى هدف معين، واللي هو خلق مساحة سياسية جديدة للقضية الفلسطينية. اليوم فلسطين يجب أن يعني يكون اعتمادها على البعد والعمق العربي والإسلامي. لذلك ندعو الجميع إلى التضامن مع القضية الفلسطينية لخلق رأي عام تستند عليه فلسطين في عمقها العربي والإسلامي. اليوم لما فلسطين وحدها تفاوض، الغزاوية وحدهم يفاوضون، مو مثل ما الغزاوية بعمقهم العربي والإسلامي يفاوضون. فاليوم هدفنا وطموحنا خلق مساحة سياسية جديدة، واقع جديد للقضية الفلسطينية. طيب، هاي مهمة من؟ هي فرصة ذهبية لكل الحكام العرب لتصليح مواقفهم
السابقة كلها من خلال مواقف جديدة تنسجم مع مواقف الشعوب العربية البطولية. لذلك اليوم المتخاذل، الموقف الخجول، يجب أن يتضامن مع موقف الشعوب. موقف الشعوب جدا رائع وعلى مستوى العراق، فإحنا اليوم متضامنين بشكل ممتاز ومتابعين بشكل كبير. لذلك ندعو أنه هاي فرصة، فرصة لخلق مساحة سياسية جديدة، فرصة للحكام العرب لتصليح وغسل كل المواقف المخجلة.